بدأنا الأول كده حلينا شوية مسائل مع بعض ودخلنا في التايتل بتاعنا يا جماعة اللي هو آخر جزء في ليسن 2 اللي هو بعنوان كيميكال كومباوند، الشطور اللي يجمع الشطور اللي يركز. بمعنى إن أنا أخدت المرة اللي فاتت حاجتين عكس بعض وكان ليهم لو تفتكروا فيديو توضيحي وفهمنا بيه الفرق ما بين كلمة أسيد وألقلي أو أسيد وبيز. مين شاطر يعمل ريز هاند كده يا جماعه ويفكرني الاسيد ستارتد باي ايه؟ عبد الرحمن هشام معاك مستر كريم طارق معاك سامعني كريم طارق ستارتد باي ستارتد باي يعني ايه يا مستر ستارت؟ انا مش عارف انتوا رافعين ايديكم ليه. آسر اتفضل. Started with H يا مستر. Started by H positive hydrogen ion. تمام. اللي احنا اخدناه جماعة ان الاسيد started by H زي ما اخدناه لو تفتكروا زي HCl H2SO4 HNO3 HCl HBr. عبد الرحمن يا هشام لما انا بسأل كأنك قاعد قدامي برد، مش لسه بقى ايوه يا مستر في ايه هنعمل ايه كده يعني يا H. ماشي يا عبدو. اخدنا جماعة احنا عندنا حاجتين لو تفتكروا، ان الاسيد ممكن يتكتب H plus atomic group ما عدا الـ OH طبعا. مين شاطر يقول لي هو ليه ما ينفعش استخدم الـ OH؟ هو انا لو حطيت الـ OH في الاخر هل ده هيبقى اسيد؟ مصطفى الحداد. اه مستر هيبقى بيز. بيز تمام. لو استخدمنا الـ OH في الآخر هتبقى بيز، يبقى ما ينفعش. فعشان كده يا جماعة أنا ممكن أستخدم أي أتوميك جروب ما عدا الـ OH، زي ما يجي لي مثلا سلفريك أسيد ما دام كلمة هايدرو مش موجودة. فهقول H والسلفيت اللي هي SO4 وأبدأ أشتغل زي ما اتعودنا مع بعض المرة اللي فاتت. وكذلك لو كانت الـ H مع الـ Negative Ion، مين شاطر يقول لي ليه ما ينفعش أستخدم الـ O؟ هو أنا لو حطيت O في الآخر حد شاطر ومصحصح يقول لي ده هيبقى ايه؟ هنا النوام اوكسايد. برافو اكسلنت. لو حطينا او في الاخر هيبقى اوكسايد. اكسلنت يا هنا والله. فطبعا يا جماعه ورتبنا واتكلمنا ان هي عندها سور تيست اللي هي الاسيد وبتحول الكالر اوف ليتمس بيبر فروم بلو تو ريد. وقفلنا يا جماعه لو تفتكروا الموضوع لما دخلنا بقى في البيز. البيز اللي هي دي ار ذا كيميكال كومباوند وش ديسوشيت بتتفكك وتدينا او اتش نيجاتيف اللي هي نيجاتيف هيدروكسيد ايون. وقلنا صوديوم هيدروكسيد ليها نيك نيم اسمه كوستيك سودا، والكالسيوم هيدروكسيد ليها نيك نيم اسمه لايم ووتر. وطبعا الاسماء الدايركت سهله بالنسبه لنا يا جماعه في وجود كلمه هيدروكسيد. الطعم بتاعها طبعا بيتر تيست اند فيل سليبري. والجزء الاخير للبيز اللي هي بتحول من ريد لبلو. يا ريت نعمل كلنا يا جماعه لور هاند لان احنا طبعا لسه ما شرحناش حاجه. فاحنا فاضل لنا النهارده يا شباب باذن الله عباره عن حاجتين، اوكسايد وسولت. تاني فاضل لنا اوكسايد وسولت. طبعا الاوكسايد من اسمها مرتبطة بكلمة، حد يفتح المايك. أكسجين. تمام شكرا. يبقى they are the compound which resulted from the combination between الاتحاد ما بين زي ما حضراتكم قلتم الأكسجين an element. تاني الأكسجين with an element. طب يا مستر هو الأكسجين ده بيتحد مع ايه؟ قال لحضرتك بيتحد مع حاجة من اتنين، يا اما الاليمنت ده يكون ميتال يا اما يكون نون ميتال. وكلنا دلوقتي على اهبه الاستعداد، ده في مينا اللي امتحن كمان يا جماعه ما شاء الله، يعني العدد بدا يبقى حلو يعني في الاونلاين، يعني تقريبا تلت المجموعه نقوله او ربعها بدا يمتحن. فحضرتك يا جماعه الاليمنت ممكن يبقى ميتال او اليمنت اللي هو النون ميتال، فركز كده. يبقى الاوكسايد انا ممكن اقسمه لنوعين،
ميتال مع الأكسجين أو نون ميتال مع الأكسجين. ميتال مع الأكسجين يتقال عليه ميتال أوكسايد، نون ميتال مع الأكسجين يتقال عليه نون ميتال أوكسايد. طب وده بيتعرف إزاي يا مستر؟ عايزين حد بقى يكون شاطر يا جماعة في أول الترم ده، اللي هو إزاي؟ إن الميتال أوكسايد دي الكومبينيشن ما بين الأكسجين أند ميتال، أما النون ميتال أوكسايد دي عبارة عن الأكسجين مع النون ميتال. طب وأنا هعرفها منين؟ الشاطر اللي يبص ويشوف ده مش الأكسجين، مالكش دعوة بالأكسجين، ما تبصش على الأو، بص على الحاجة اللي مع الأو وهتعرفها بقى هتبقى ميتال ولا نون ميتال أوكسايد. نشوف كده أول واحد هيجرب معانا، هندي اتفضل يا حمو. الفالنسي لا أنا عايز أعرف ده ميتال ولا نون ميتال؟ ده ميتال. أنت فاكر الصوديوم كام؟ أيوة الصوديوم كان 11 والأوتر موست 1. برافو إكسلنت. يبقى مدام ميتال جمع الأكسجين هيتقال عليه ميتال أوكسايد ولا نون ميتال أوكسايد؟ هيتقال عليه ميتال أوكسايد. تمام، يبقى أعمله باللون الأصفر. نشوف اللي بعده هيبقى أصفر ولا جرين. اللي بعده محمد خالد، يلا يا محمد حاول. ميتال. ها CO2 يبقى نون ميتال. ميتال ولا نون ميتال؟ ميتال. ميتال. الكربون ده ميتال. هنا الخيوطي هنا السلفر. الكربون انا هدرسها في الكربون ما عملتش لون. ها الكربون نون ميتال. نون ميتال يبقى ده هيبقى اسمه نون ميتال ايه؟ نون ميتال اوكسايد. شكرا. صح صح يا محمد، اسكندريه نايمين خالص. يلا يا احمد يا عماد اتفضل. اس او 3 هيبقى يلو ولا جرين؟ جرين. ها جرين يلو جرين يا مستر، عشان ديت نون ميتال، عشان السلفر ده نون ميتال اوكسايد. نون ميتال اوكسايد. شكرا. ساره طايعه هتبقى ميتال اوكسايد. يبقى يلو ولا جرين؟ يلو. يلو نون ميتال اوكسايد لان الالومنيوم 13 283. شكرا. مصطفى الحداد اتفضل يا مصطفى. طيب رودي اتفضل يا رودي. هتبقى ميتال يا مستر. الكالسيوم تعرف الكالسيوم كام يا رودي؟ الكالسيوم 17. لا كالسيوم 20. وزعت 20 كده يا رودي. 2882. الحمد لله الحمد لله على السلامه يا رودين. يبقى معانا في الاخر 2 يبقى هتبقى تبع الميتال ايه؟ اوكسايد. ايه ده يا مستر ده الموضوع بقى سهل خالص. ما على فكره يا جماعه حصه النهارده ما فيهاش اي مشاكل. يبقى تاني عشان الناس تصحصح معانا كده يا جماعه. اول حاجه النهارده اسمها اوكسايد. يعني ايه اوكسايد؟ دي عباره عن كومباوند ريزلتد فروم بتنتج من الكومبينيشن بتوين الاكسجين والاليمنت. طيب الاليمنت ده يا مستر ممكن يبقى ايه او ايه؟ ممكن يبقى ميتال يا نون ميتال. لو جه مع الميتال هيبقى ميتال اوكسايد، لو جه مع النون ميتال هيبقى نون ميتال اوكسايد. وطبعا اكتب ديفينيشن ميتال اوكسايدز ار ذا ايه دي فورمد فروم كومبينيشن بتوين اوكسجين اند ميتال. يعني لو جبنا حد كده معدي في الشارع قلت له هو تعريف الميتال اوكسايد في رايك يبقى ايه؟ هيقول لي دي ار ذا ميتال ايه دي ار ذا كومبينيشن بتوين ميتال اند اوكسجين. طب النون ميتال اوكسايد دي ار ذا كومبينيشن بتوين النون ميتال اند اوكسجين. تمام. يبقى كده يا جماعه بالراحه دي اول نقطه. تعالى كده بالراحه نفكر مع بعض مين يحل معانا الشكل اللي قدامنا ده. حضرتك هتقول الكلاسيفيكيشن. احنا اخدنا لحد دلوقتي ثلاثه تاني، اخدنا لحد دلوقتي ثلاثه عشان الناس تبقى متابعين معانا. اخدنا المره اللي فاتت الاسيد ماشي، شرحناها كامله المره اللي فاتت. اخدنا الاسيد والبيز المره اللي فاتت اللي هو الاسيد
started by H, sort test, and change the color of litmus paper from blue to red. ادي حاجة. تاني حاجة, البيز. البيز end by OH has better test and feels slippery, and it changed the color of litmus paper from red to blue. واخدنا النهاردة لحد دلوقتي الأوكسايد. الأوكسايد ده اللي هو الكومباوند which result from combination between الإليمنت مع الأكسجين. يعني لو لقيت الأو هيبقى أوكسايد, لو لقيت الأو هيبقى أوكسايد. طب أهنو أوكسايد يا مستر؟ عندنا نوعين من الأوكسايد, لو الميتال جمع الأو يبقى ميتال أوكسايد, لو النون ميتال جمع الأو يبقى نون ميتال أوكسايد. زي حاجات اللي بالأخضر وبالأصفر. اللي بالأصفر اللي احنا قلنا زي الصوديوم والألمونيوم والكالسيوم أوكسايد, دول ميتال. الكربون والسلفر دول نون ميتال. تعال نحل كده مع بعض. مين يحل معانا يا جماعة أول واحدة؟ مين يحاول معانا؟ هتقول نوع الماتيريال دي إيه؟ مصطفى الحداد اتفضل. عبد الرحمن هشام اتفضل. أسد. أسد يا مستر. أسد. ليه أسد يا عبد الرحمن؟ عشان بيبدأ بالليتش. شكرا. هنا الخيوطي. بيز. بيز. جيف ريزون ليه؟ because it have in the, يعني في اخر OH. it end by OH او dissociating water gives OH. اثر. اسد يا مستر. ليه اسد يا اسد؟ because it start with H او حاجة. because it start with H. جنى, بيز هل فيها او اتش؟ او يبقى اعمل لور هاند يا اسر. احمد عماد. اوكسايد يا مستر. اوكسايد اللي هو النوع الثالث اللي ميتال اوكسايد. برافو. وكمان حدده ميتال اوكسايد. اكسلنت. سارة طايع, هتبقى نون ميتال اوكسايد. نون ميتال اوكسايد. رودينا. بيز يا مستر. تمام. ليه بيز؟ because it ends by OH. because it ends by OH. محمد سمون. أسد يا مستر. أسد. ليه أسد؟ because it start by H. تمام. آخر حاجة مين على الدور؟ كريم طارق. كريم. بيز يا مستر. بيز. تمام. يبقى اكسلنت كده يا جماعه. يبقى احنا كده الحمد لله طبقنا كده الموضوع 10 على 10. اللي هو ايه حضرتك؟ ان انت حددت نوع الماتيريال اللي قدامك, يا اسيد يا بيز يا اوكسايد, وحددت كمان نوع الاوكسايد. تعال بقى يا جماعه, انت كده الان انت في حضره ليفل الوحش. ايه ليفل الوحش ده يا مستر؟ اللي هو حضرتك هتدخل على اخر نوع. حد يفتح المايك كده ويقول لي النوع الاخير هيبقى سولز. شكرا. سولز. تمام. اول حاجه يا جماعه لازم تعرف كده ان السولز يا اما موجوده في الايرث كراست, يعني موجوده في القشره الارضيه. يعني انت وانت عمال كده ايه تحفر في الارض زي ما اخذت في الدراسات التنقيب عن المواد, لقيت مثلا مواد في الارض يقول لك دي املاح, تربه مملحه مثلا يعني. يا اما طبعا هي موجوده ديزولفد ان ووتر اللي هي ان سي اند اوشن. ده الحاجات المشهوره عن السولت. طب السولت يا مستر مالها؟ السولت يا جماعه قال لك دي ار ديفرنت ان, مختلفين في ثلاث حاجات: تيست, كلر, سميل او اودر. ايه ده يا مستر؟ هي اطعمه بتاعتها مختلفه. الاملاح كلها مش نوع واحد, مش طعم واحد. قال لها يا مستر ده في حاجه رابعه اهي. ما الحاجه دي بقى اللي انا عايزك تركز فيها, اللي هي سوليبيليتي. سوليبيليتي اللي هي القدره على الذوبان. مستر مش فاهم. هو انا لو جيت سالت حضرتك اللي هو يا اما الحاجه تدوب يا ما ايه, يا ما تدوبش. ممكن حاجه تدوب وممكن حاجه ما تدوبش. طيب تاني يبقى السولت ها موجودين في الايرث كراست,
وديزولفد ان ووتر. ها مختلفه في ايه؟ مختلفه في التيست والكلر والسميل والسولابيلتي. عشان اعرف تركيبه الايه السولت يا جماعه، عايز اي حد كده يعمل ريز هاند ويقول لي اشهر سولت. هي جمانة عمرو، انا فتحت لقيتها هي اللي عامله ريز هاند. جمانة، طيب نشوف ساره طايع. ان اي سي ال. ان اي سي ال، برافو يا استاذه. ان اي سي ال، الان ايه اخذناه قبل كده يا استاذه اللي هو حضرتك، ها بيتكون من جزء ايه؟ جزء بوزيتيف وجزء ايه؟ نيجاتيف. يبقى الحكم بتاعنا بقى يا جماعه على السولت هيجي من هنا، ان السولت لازم يتكون من جزئين، الجزء الاولاني بوزيتيف والجزء الثاني ايه؟ نيجاتيف. يبقى بوزيتيف في ناحيه ونيجاتيف في ايه؟ في ناحيه. طيب بالراحه كده يا شباب عشان نبقوا فاهمين الموضوع ده، عشان نبقوا فاهمين الموضوع ده، انت عندك جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. طيب ازاي بقى هنجيب البوزيتيف والنيجاتيف دول منين؟ تعالى كده حضرتك ركز معانا. قال لحضرتك انا عشان افهم الموضوع ده انا عامل لك كده ترتيبه او تقسيمه قدام. طبعا اللي بيحب الكوره هيعرف الحاجات دي، حتى لو ما بيحبهاش هيعرف من الاشكال اللي قدامه. بس قبليها لازم اقول لك ان البوزيتيف نوعين اللي عندنا، في ممكن بوزيتيف ايون وفي ممكن بوزيتيف اتوميك جروب. في نيجاتيف ايون ونيجاتيف اتوميك جروب. مين شطور كده يرفع ايده يقول لي ذا اونلي بوزيتيف اتوميك جروب؟ عبد الرحمن، هشام، امونيوم. امونيوم NH4، تمام، شطور يا عبد الرحمن. ايوه مستر، حضرتك عايز ايه من الكلام ده؟ انا عايز من الكلام ده يا جماعه افهمك ان السولت لازم يتكون من حتتين، حته بوزيتيف وحته ايه؟ تاني كده، حته بوزيتيف وحته نيجاتيف. طب انا هعرف منين يا مستر؟ ركز، ههزر معاك شويه كده وافهمك الموضوع بس بشكل غير مباشر. لو جيت قلت لك كده يا جماعه عملنا دوره ما بين اربع فرق، حد ليه في الكوره يا جماعه؟ عايزين بنوته بقى، صبيان اكيد ليهم في الكوره. ايوه البت هنا الخيوطي رفعت ايديها اهو. هيا هنا حضرتك، مين اللي قدامك دول؟ بتعرفي الفريق ده؟ ده اهو ريال مدريد. ها ريال مدريد. ريال مدريد، تمام. رودي، تعرفي الفريق ده؟ برشلونه، تمام. طيب طبعا ده باين قوي، ده اهلي وده زمالك اهو. طب ركز بقى يا جماعه، احنا هنعمل جروبين، ماشي؟ انا عايزك تصحصح عشان تفهم. شرط الدوره اللي هتتلعب دي ان لا يمكن لفريق يلاعب فريق اخر من نفس الجروب. يبقى ده الشرط بتاعنا. حد يفهمني الكلام ده؟ ليلي، فهمت الكلام ده يا ليلي؟ ان هنا الاهلي والزمالك في نفس الجروب A، فكده الاهلي مش هينفع يلاعب الزمالك. يا سلام يا سلام. طب قولي لي كده الاحتمالات يا ليلي. على فكره لازم يبقى في اربع ماتشات، قولهم لي كده. لازم يبقى في اربع ماتشات. كده ممكن الاهلي يلعب مع ريال مدريد وممكن يلعب مع برشلونه. تمام، ممكن الاهلي يلعب مع ريال مدريد والاهلي يلعب مع برشلونه، واكيد هيغلب الاثنين. اتفضلي يا استاذه ليلي، الاثنين التانيين. الاثنين التانيين الزمالك يلاعب ريال مدريد. ايوه. مش هينفع يلاعب تمام، او الزمالك يلاعب برشلونه. تمام، برافو، اكسلنت يا ليلي. يبقى ليلي فهمت قوانين الدوره بتاعتنا اهو، ده اللي انا عايز اوضحه لك بقى يا جماعه. طيب القانون الثاني، ان يا ريت برضو ليلي تفضل معانا، ان لازم يبقى في الكلام احط الاول اللي في جروب ايه. ها يبقى المفروض اقول الماتش ما بين مين ومين مثلا يا ليلي؟ بين الاهلي واي حاجه من جروب بي. ايوه، ما ينفعش اقول العكس. طيب برافو يا مستر، انت كده هزرت وضحكت معانا. طب انت عايز توصل لي ايه؟ تعال اوصل لك بقى اللي انا عايز ايه اقوله لك. احنا عندنا بقى يا جماعه في تكوين السولت جزئين، اللي احنا قلنا جزء ايه وجزء ايه؟ جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف.
تخيل كده يا جماعة، شكرا يا ليلي، نقفل المايك بقى. تخيل كده يا جماعة نفس قوانين اللي أنا عملتها مع ليلي. يعني حضرتك عشان تقول لي إحنا عندنا أربع أشكال للصوت، أربع أشكال. تعال كده نشوف حد يختار لي كده أي شكل ويقوله لي. حد يعرف يقول شكل من الأشكال؟ حد يعرف يقول شكل من الأشكال؟ طيب هي ليلي قالت من شوية، بعد إذنك يا ليلي هناخد محمد سموه. محمد اتفضل. ها مستر. ها قول لي يا محمد شكل. ممكن بوزيتيف ايون مع نيجاتيف ايون او بس بالراحه. ها ها اثبت، ادي اول شكل. ينفع اقول نيجاتيف مع بوزيتيف؟ لا، البوزيتيف الاول. تمام. طيب بوزيتيف ايون، تعرف تقول لي اشهر بوزيتيف ايون؟ اول بوزيتيف ايون اخذناه صوديوم. صوديوم، برافو. ها اول نيجاتيف ايون اخذناه كلورين. ها ها الفالنسي ده ماله؟ ده 11. ايوه يبقى 2 و 2 8 1. مونو. وده الفالنسي بتاعه مونو. مونو، اعمل كروس كده. ها يبقى 1 1. مش طوبه على فوق، مش طوبه على فوق، يبقى الرمز ان اي سي ال. تمام، ان اي سي ال. يبقى ده نوعه سولت. لو جيت كده غميت عينيك وقلت لك السولت هنا بيتكون من ايه مع ايه؟ ها بوزيتيف ايون مع نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ايون. شكرا. نرجع لليلي تاني عشان انا ايه تخطيتها. اتفضلي يا ليلي. بعد كده ممكن الايون البوزيتيف ايون مع اتوميك جروب. بوزيتيف ايون مع نيجاتيف اتوميك جروب. مع نيجاتيف اتوميك جروب. تمام. طيب لو سمحتي بقى عشان انا ايه مش شاطر شويه، قولي لي كده اشهر بوزيتيف ايون زميلك قالوا ايه؟ اشهر بوزيتيف ايون صوديوم. صوديوم، تمام. قولي لي اي نيجاتيف اتوم جروب. ليلي دي يا مستر ممكن. ايوه يلا بينا. اي نيجاتيف اتوميك جروب جدول كبير خالص. 9 ممكن مثلا هيدروكسيد نيجاتيف. الله، ده انت جيتي لي في اللي انا عايزه بالظبط. هو ينفع كل الاتوميك جروب؟ ثانيه واحده بقى بالراحه بقى. شوفوا يا جماعه ليلي هي اللي جت اللي انا عايزه بالظبط. انت كده رسمتي لي الشرح اول نيجاتيف اتوميك جروب اكسبت الاو اتش اللي انت قلتيها ليه يا ليلي. ما ينفعش نحط او اتش ليه؟ ما ينفعش نحط OH. الـ OH ده تبع الـ base. أيوة، because the product will be base. يبقى أنت كده يا ليلي ترجع تاني كده لورا وتاخدي نفس وتفتكري لي واحدة تانية نيجاتيف. ممكن بيكربونيت أو نيتريت. بيكربونيت، تمام، برافو. كربونيت رمزها؟ البيكربونيت HCO3. تمام، HCO3. يلا ده إيه ده؟ ال Na صوديوم مونوفالنت هتبقى ب1، والبيكربونات هتبقى مونوفالنت برضو ب1. اعمل هنعمل الاكستشينج، هتبقى هنشطب ال1 اللي فوق فهتبقى Na HCO3. تمام، اوعى بقى تغلطي تاني وانت بتختاري. ماشي يا ليلي. حاضر يا مستر. يبقى ما ينفعش نختار ال OH لان ال OH هتدينا هيدروكسيد. يبقى انا وانا بقول تركيب الاسيد ده يا جماعه هروح حاطط علامه هنا وعلامه هنا. لو رجعنا كده الكلام ليلي، ده هيبقى بوزيتيف ايون وده نيجاتيف اتوميك جروب. عايزين حد يختار الفريق الثالث او الماتش الثالث هيبقى ايه مع ايه؟ نشوفه مين اللي عليه الدور. احمد عماد. تمام يا مستر. اتفضل يا احمد. هتبقى بوزيتيف اتوميك جروب مع نيجاتيف ايون. تمام، بوزيتيف ايون كده لعب ماتشاته كلها صح؟ اه بوزيتيف اتوميك جروب مع نيجاتيف ايون. يلا بينا بوزيتيف اتوميك جروب مع نيجاتيف ايون. قول لي كده لو سمحت، هي بوزيتيف اتوميك جروب واحده اللي هي مين؟ امونيا. تمام، NH4.
نيجاتيف ايون اللي محتار معانا يا عيني الكلورين. كلورين، برافو. هنا اعمل هنا مونو. مونو. وهنا مونو برضه. وهنا مونو. اعمل ايه؟ اعمل اكس تشينج. اعمل اكس تشينج، تمام. وهنشطب اللي فوق وهنشطب اللون اللي فوق، وهتبقى NH4 وكل CL. تمام. الجزء الاولاني ها بوزيتيف اتوميك ايه؟ بوزيتيف اتوميك جروب. اتوميك جروب. والجزء الثاني نيجاتيف ايون. نيجاتيف ايون، تمام. يلا بينا الماتش الاخير. عايزين حد ما حلش بقى يا جماعه. عماد حل، عبد الرحمن حل، محمد خالد حل، ساره طايا حلت، مروان بشاره اتفضل يا مروان. قول لي الماتش الاخير هيبقى مين ومين؟ بوزيتيف اتوميك جروب وز نيجاتيف اتوميك جروب. بوزيتيف اتوميك جروب وز نيجاتيف اتوميك جروب. طيب حط لي كده بقى لو سمحت، بوزيتيف اتوميك جروب اللي هي واحده اللي هي مين؟ امونيا. رمزها ان اتش 4. ان اتش 4. ونيجاتيف اتوميك جروب نيجاتيف امونيوم. نيجاتيف نيجاتيف ايه؟ امونيوم. امونيوم. ها في حاجه اسمها نيجاتيف امونيوم؟ مروان عايز يذاكر الاتوميك جروب تاني. امونيوم نيتريت. نيتريت، ماشي. حط لي نيتريت. رمزها ايه النيتريت؟ ان او ان او 3. احط هنا 1 وهنا 1. هنا 1. هنعمل اكستشينج. ايوه. هنشيل الارقام اللي فوق، هتبقى ان اتش 4 ان او 3. NH4 NO3. الله أكبر علينا كلنا يا جماعة، ما شاء الله. كده انت حاط رجل على رجل يا جماعة في أغلس حتة اللي هو ليفل الوحش ده. بوزيتيف أتوميك جروب نيجاتيف أتوميك جروب، وده نيجاتيف أتوميك جروب. طيب قبل ما نسأل على اللي عنده أسئلة، قبل ما نسأل في النقطة دي، مين شاطر يقول لي هو ليه ينفع استخدم كل البوزيتيف أيون ما عدا الإتش؟ يعني ليه ما ينفعش احط في الاول اتش؟ حد يعرف؟ لان لو حطينا اتش في الاول ايه اللي هيحصل؟ حلا اسماعيل، لانه كده هيتحول لاسيد. تمام، because the product will be acid. ركز في الممنوعات، الممنوعات دي هي اللي بتيجي في الامتحان، because the product will be acid. وانا عايزك تبقى فاهم مش حافظ. يلا بينا، ليه ينفع استخدم كل النيجاتيف ايون يا رودي ما عدا الاو؟ عشان الاو هتبقى اوكسايد، هتتحول لاوكسايد. برافو، because the product will be oxide. الله، ده يبقى كده يا جماعه انا الحمد لله، انا كده فضل ونعمه من ربنا الحمد لله. ازاي؟ اخذنا الاوكسايد وقفلناها ميتال اوكسايد ونون ميتال اوكسايد وطبقنا عليها. السولت قلنا موجوده في الايرث كراست وموجوده ديزولفد ان ووتر ومختلفه في اربع حاجات، التست والكلر والسمل والسوليبيليتي ان ووتر. طيب وايه يا مستر؟ وبتتكون من جزئين، جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. هزرنا وعرفنا ايه هو الجزئين اللي هو بيبقى فيه بوزيتيف ايون نيجاتيف ايون، بوزيتيف اتوميك جروب نيجاتيف اتوميك جروب، واستخدمهم مع بعض ازاي. بس كل البوزيتيف ايون ما عدا الاتش، لان هيبقى البرودكت والبي. حد يفتح مايك بسرعه. اسيد والبي اسيد. كل النيجاتيف ايون ما عدا الاو نيجاتيف 2، بيكوز ذا برودكت والبي اوكسايد. تمام. كل النيجاتيف اتوميك جروب ما عدا الاو اتش عشان والبيس. تمام. هي اتوميك جروب واحده بوزيتيف اللي هي مين؟ امونيوم. امونيوم NH4. ده احنا كده يا جماعه ما شاء الله علينا النهارده 10 على 10. عشان كده هتحس ان الديفينيشن بتاعنا هو كبير شويه، هو كبير شويه بس سهل. They are the compounds which result from the combination between positive ion او positive atomic group.
مع نيجاتيف اتوميك جروب او نيجاتيف ايون، وما عدا مين في الاخر؟ هو ذكر لك الايه؟ الاكسجين. بس ركز كده حضرتك، النقطه اللي قلتها في الاول اللي هي باي سولوبيليتي. يعني ايه سولوبيليتي يا مستر؟ سولوبيليتي اللي هو ان انت لو جبت حاجتين، يعني مثلا سي لو جبت الملح والتباشير ودوبتهم في الميه، مين شاطر يرفع ايديه؟ كانت تجربه عليك في جونيور 5، مين شطور فاكرها؟ جبت الملح لوحده من في ميه والتباشير لوحده في ميه، سمون سمسم. واحد هيدوب، اول واحد هيدوب. تمام، واحد يدوب والتاني ما ايه؟ ما يدوبش. اللي هو يا جماعه اشهر الاملاح اللي تدوب اللي هي السولوبل ان ذا ووتر اللي هو الصوديوم كلورايد، ده يدوب. يعني بعد شويه لما تقلب تعمل ستيرنج ده يختفي. لكن مثلا السيلفر كلورايد اتش اي جي سي ال، والله لو قعدت من النهارده لحد بكره العشاء ثلاث ايام ماسك المعلقه وتقلب مش هيدوب، استحاله. يبقى انا عندي، افتح كده الملزمه هتلاقي الشكل ده قدامك. فين الملزمه؟ احنا عندنا المينرال سولت الكلاسيفايد 2 بتتقسم لحاجتين، سوليبل وان سوليبل. السوليبل صوديوم كلورايد، ولازم اكون حافظ رمزها، NaCl. بوتاسيوم صلفيت، والشاطر ممكن ما يحفظش رمزها وهو هيفتكره في الامتحان. كالسيوم نيتريت، صوديوم صلفايت. اللي ما يدوبش ثلاثه، سيلفر كلورايد والليد موجود في اثنين، ليد ايودايد وليد صلفيت. طب مستر هو انا لازم ليه احفظهم؟ الاول بس كده في معلومه، كل الكربونات ما بتدوبش في الميه ما عدا الصوديوم كربونات والبوتاسيوم كربونات والامونيوم كربونات، بس دي المعلومه لازم تبقى عارفها. طب مثلا لازم ليه ابقى حافظ السبعه؟ لان في سؤال اسمه الاود وورد، مين شاطر كده يا جماعه يرفع ايده ويقول لي يعني ايه اود وورد؟ حد فاكر سؤال الاود وورد ده قبلك قبل كده؟ ساره انا اطلع المختلف. اطلع المختلف يعني ايه يا ساره؟ يعني لو جيت قلت لك ساره ومثلا جوري ومارلي واحمد، مين المختلف؟ احمد. احمد، واقول الباقي بقى مالهم؟ بنات. بنات، تمام. يعني يا جماعه كده لو سمحت افتح كده الشرح بتاعنا النهارده، حصه تبلك. شوف انا بقول لك ايه، تبلك سهله، لكن هي في الصميم، يعني عايزه حد فاهم، حد جمع الاسيد والبيز داخل مستريح معانا. هي بيج كام يا شباب؟ 25. مستر كنت عايز اسال، هو ازاي الطباشير ما بيدوبش؟ الطباشير ما بيدوبش يا صاحبي، كالسيوم كربونيت ما بيدوبش، اللي هو الوايت بي بي تي اللي انت اخدته السنه اللي فاتت. تمام، كنت عايز اسال، هو اي حاجه اخرها كلورين اخرها كلورايد، اي كومباوند اخره كلورايد يبقى سولت؟ اه اكيد، ما عدا الهيدروجين كلورايد ده اسيد. تمام تمام. مستر ممكن اسال سؤال بس بسيط؟ اتفضل. هو يعني لازم ال NaCl مثلا لازم اي سولت يبقى الفالنسي بتاعه مونوفالنت؟ لا مش مونوفالنت، انا ممكن اجيب لك اي حاجه زي مثلا حضرتك كالسيوم صلفيت، ما ده لسه هنطبقه دلوقتي، كالسيوم صلفيت، الكالسيوم ديافالنت والصلفيت ديافالنت، صح ولا ايه؟ صح. تعريف الاكسيد يا جماعه، سيف انواع الاكسيد يا جماعه يمين وشمال، طبعا ميتال ونون ميتال اكسيد، تعريفهم سهل، ده واحد اكسجين مع الميتال وده واحد اكسجين مع النون ميتال. الاكزامبل طبعا يا جماعه سيفه مهم جدا، ولو حضرتك مذاكر كويس هتفتكر من ال 20 اللي قلنا عليهم، صوديوم اكسيد، كالسيوم اكسيد، الامونيوم اكسيد، الناحيه الثانيه كربون دايوكسيد جاز، سلفر تريوكسيد.
الصولت موجودة في الإيرث كراست وديزولفد إن ووتر، مختلفة في التست والكلر والسميل والسولوبيليتي إن ووتر أند أذر. تعرفها فهمناها خلاص. الأنواع اللي قدامك دي أنت أوريدي بقيت عارفها. طبعا أهم حاجة المربع اللي تحت اللي هو يا إما تدوب يا إما ما تدوبش. ما فيش مشكلة. لا والله قايلين كله والله في مجموعة كلهم عندهم هومورك يا هو اوتوماتيك عندهم هومورك. بص يا جماعة الجزء الايه الاكسبتس فروم مستر عمرو بالله عليك ركز عليها تحت للإضافة بتاعتنا اهو. ها ليه ينفع استخدم كله ما عدا الاتش؟ عشان هيبقى اسيد بالصولت. ليه ينفع استخدم كل النيجاتيف ايون ما عدا الاو؟ لانه هيبقى اوكسايد من الصولت. ليه ينفع استخدم كل النيجاتيف اتوميك جروب ما عدا الهيدروكسايد؟ لانها هتبقى بيز من الصولت. الغلطه اللي غلطت فيها ليلي شدها من ودنها لما اشوفها يا ليلي. ايوه يا مستر. غلطتش تاني. معلش يا مستر، يعني كنت قاعده مخضوضه اصلا خايفه من الدرجه بتاعت الامتحان. كنت قاعده مخضوضه وقصيت بكل جراءه الاو اتش يا مستر. يا سلام. يا سلام. ميبي ماشي ماشي. يلا بينا يا جماعة. يلا بينا. فين يا مستر؟ هنهزر ولا ايه؟ احنا حلينا ده كل ده مع بعض. هنراجع النهاردة فين الأسد والبيز اهو. يلا بينا يا شباب بيج 17. ثانية واحدة كده. Answer of middle one second term. أنا سيفتش المرة اللي فاتت. بيجي 17. اللي هيحاول معانا. طبعا هو أساسا درس سهل خالص. المفروض ما ناخدش وقت فيه يعني. بالراحة كده. حالة اسماعيل اتفضلي. حالة ايه مستر؟ هتبقى acids وbase وsalts واوكسايدز. تمام. acids وbase اوكسايدز salts. سارة طايع hydrogen ion positive hydrogen ion. ريتال هتبقى sour و better taste وبعد كده blue. لا الاول ريد قبل بيتر. الاولانيه ايه؟ ريد. ريد تمام. وبعد كده بيتر وبعد كده بلو. بيتر وتحول لبلو. احمد عماد سلفوريك اسيد الهيدرو كلورايد الهيدروجين كلورايد. تمام. سلفوريك برافو. سلفوريك اسيد فيه او لكن الهيدروكلوريك ما فيهوش. برافو. طب ينفع اكتب ذا مستر الكيميكال فورمولا اللي هو الاتش 2 اس او 4؟ لا 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 ما عايزك تبقى كاتبها دي ودي الاثنين عشان ما حدش كتبت الفورمولا عشان ما يتحدش يتعمد لك حاجه يعني. يلا يا هنا يا خيوتي هتبقى اسيد وبيز. ماشي احنا حليناها اسنيه اسيد وبيس مفيش مشكله. ما ممكن يكون مطلوب مننا كمان اللي هو سلفوريك اسيد. هندي يلا هندي اول واحده في التشوز. اول واحده في التشوز تبقى H2SO4. شكرا. اللي يحل يا جماعه يعمل لور هاند. حلا اسماعيل ايوه مستر هتبقى 7 اتومز اوف 3 ديفرنت اليمنتس. برافو. ريتاج ياسر يلا يا ريتو. هتبقى نمبر سي اتش بوزيتيف. تمام. يلا يا جمانة. مستر هتبقى مستر بي بي او اتش نيجاتيف. رودي هتبقى ان اي او اتش. ان اي او اتش كل ده يحاول يرد معانا ده. تمام. هندي تاني
وقول جاز اللي هو نمبر ايه 7 نمبر 7 هتبقى ام اس في نمبر 6 انت مش مركز يا هندي زياد وليد حل نمبر 6 يا زياد خلاص اتش بي ار اخر واحد تمام برافو حلا اسماعيل ايوه يا مستر هتبقى سلفوريك اسيد سلفوريك اسيد مستر هو في نمبر 7 مش المفروض تبقى بيز لانه بيقول لك نيجاتيف اتوميك جروب كومباينيشن اوف هيدروجين هيدروجين موجود تمام اتوميك جروب عمر عمارة أسد أسد مفيش حد لا في أسد يلا يا أسد أسد ها أسد برضو أسد برضو بسملة هتبقى بيس بيس عمر عماد بيس برضو يا مستر بيس الحمد لله على السلامة يا عمو الله يسلمك يا مستر تمام يلا بينا يا جماعه جيف ريزون هتقول طبعا لان دي بيكوز الديستيشن ووتر جيفز اتش بوزيتيف لكن دي او اتش نيجاتيف برضو نفس الكلام دي اتش بوزيتيف والثانيه او اتش نيجاتيف انزل تحت عايز ايه انا الهوم ورك يا جماعه طبعا اللي هو الشكل اللي قدامك ده الاكسايد والسولت سهلين خالص والشاطرين يكونوا محضرين الريفيجن دي اللي هي بيج 21 و22 لان دي يا جماعه هتبقى الريفيجن بتاعه الحصه اللي جايه مع الشرح يعني اول واحده شوز اوت وورد دي سهله يعني تعالى كده نشوف احنا فاضل لنا 5 دقايق نشوف نحل شويه منهم كده آسر معاك يا مستر اتفضل يا آسر معاك كولينج تو فالنسيا حد لاحظها يا جماعه حد خد باله سوديوم ليفين الالومنيوم 13 اقول انا ساره طايع هتبقى المونيوم المونيوم لان الباقيين مالهم مونوفيلنت تقريبا تمام الباقيين مونوفيلنت مونوفيلنت إليمنت احمد عماد كل دول ميتلز ما عدا الاكسجين نون ميتل برافو يا حل الثالثه لا 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 كوردينج ذا بالانسي الناس ناموا ولا ايه آسر لا مستر لسه هشوف بس فرص حد خد باله كلوراين عشان كلهم اسمها دي عندهم كذا فرنسي معنا كلوراين برافو نون ميتال has more than one valence لا يا جماعة انتوا النهاردة مزاجكم علي خالص صراحة يعني محمد خالد علشان هم كلهم نيجاتيف اتوميك جروب برافو لا 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 يا جماعه لا 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 عمر عماد دي اتش سي ال والكل كلهم بيز 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 تمام حلا اسماعيل حد خد باله منها اقول انا ساره طايع كلهم اتوم جروب ما عدا السي او 2 لا غلط عبد الرحمن هشام نزل ايديه ليلي كلهم اوكسايد ايوه كلهم اوكسايد ماشي انا عايز اشيل واحد ثانيه اشيل اول واحد لان الباقي كلهم نون ميتال اوكسايد ال AL2O3 ده ميتال مين يحل معانا اخر واحد هنا الخيوطي
K2SO4. K2SO4 ليه؟ لأن كلهم صوت. طيب أنا ما هما كلهم صوت. هجيبها لكم قدامكم اهو ويا رب ايه تاخدوا بالكم. ها حد خد باله وفتح الملزمة؟ احمد عماد. ال اي جي سي ال اللي هي سيلفر كلورايد دي وكلهم اللي هي نمبر مع سوليبل سولت سوليبل سولت كلهم سوليبل سولت. طيب واحط علامة على ده. وقعت حبروك في سنة، منارة في سنة، ولغات بحيرة في سنة، وصفوة في سنة، وبني الجيشي لا لسه، لأن بني الجيشي ده تاني امتحان أو تالت امتحان أول إعدادي. فالمدارس العتيقة وقعت في الإيه في السؤال ده، لأن الطلبة ما بتركزش قوي في الفرق ما بين أو الإكزامبلز ما بين. طبعا احنا لسه واخدينها يعني لا عتابة يعني. طيب طبعا جيف أن إكزامبل دي سهلة، من خلال مذاكرتك هتبقى الدنيا إيه معاك سهلة يعني. Identify the type of following دي خلاص طبعا عرفناها. مين شطور يحاول يحل معانا؟ ها يعني هتقول اوكسايد ولا سولت ولا اسيد ولا بيز؟ رودي اول واحده بيز. بيز. كريم طارق نمبر 2. عبد الرحمن هشام سولت. سولت تمام. ساره سولت. سولت تمام. محمد خالد بي. ها سولت. غلط. احمد عماد اسد. اسد. ام جي او كريم طارق اي بسولت. ام جي او سولت. الله اكبر. جمانة. لا يا مستر اوكسايد معلش انا حسبتها اللي هي نمبر 2 دي. صح صح يا حبي. سي اي او اتش باي 2. جمانة عم. ايوه يا مستر هتبقى بيز. بيز. بسملة سي او 2 هتبقى اوكسايد. اوكسايد. حلا اسماعيل ايوه يا مستر هتبقى اسيد. تمام. وطبعا ما قلناش الحته بتاعت ميتال ونان ميتال اوكسايد بس ما فيش مشكله. يلا بينا سؤال الوحش. سي اي اس او 4 ايه ده يا مستر؟ ده كل دولت رايت ذا نيم قول الاسم اند ذا نمبر اوف اتومز اوف اتش 1. حد يعرف يسمي سي اي اس او 4؟ اثر انا اظن كده هو كالسيوم ايه كالسيوم سلفيت اظن يعني او كالفن ايه سلف سلف ايه سلفيت او اصل اسم. انا ما بحبش كلمه على ما اظن دي. انا عايز اصل هي الاجابه كالسيوم سلفيت. انا عايز اثر شاطر يدخل كالسيوم سلفيت. ماشي طيب يلا قول لي كم اتوم. طيب يا مستر كم اتوم قدامك؟ ادي 1 ادي 2 ادي هنا في اس مخفيه يبقى 6 يا مستر. عندي 6 6 اتومز. تمام ونكمل بقى بنفس الطريقه يا جماعه. ده سؤال بيتحل عادي خالص. وده يا جماعه سؤال حلينه قبل كده يعني. على فكره احنا ممكن يعني لو قدرنا نشرح ايه شويه المره اللي جايه في ليسون 3 ونراجع الهوم ورك عادي. النهارده عاجبني خالص خالص اقسم بالله يعني ما شاء الله عليكم يعني. طيب أوقف الريكورد.